السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي ندوي على الويفي ديال اتصالات ديال انوي. بزاف الناس كيبغيو يمشيو يشريو الويفي ما كيعرفوش النوع اللي غادي يشريو، ما كيعرفوش النوع اللي مزيان، حيت كاين اللي كيخاف يمشي يشري الويفي وكيجيبو وما يخدمش ليه مزيان وكيقول واش غنرجعو للشركه، اش غندير ليه دابا، اش غندير. يعني غادي نعطيكم الحل ديال هذا الشيء في هذا الفيديو هذا. فوالا كما شفتوا في العنوان شكون اللي مزيان، واش هذا ديال اتصالات ولا ديال انوي. هادشي اللي غنشرح لكم في هذا الفيديو هذا. فوالا اللي عندي شي سؤال كيخص هادشي ديال الويفي صيفط لي ميساج في الانستغرام ولا في الباج ديال الفيسبوك ولا في البروفيل ديال الفيسبوك، راه كنحطو ديما في الديسكريبسيون ولا حطو لي كومونتير لتحت. وكملوا الفيديو حتى الاخر، الفيديو غيكون صغير ما يكونش الفيديو اللي كبير بزاف. فوالا دابا غنقول لكم شكون اللي حسن. في الاصل راه الويفي راه مزيان، كاع الويفيات راه مزيانين. هاد القضيه هادي راه قليل اللي عارفها، فايت لي هضرت على هاد القضيه هادي تاع ان الويفي اللي مزيان. ما نقولش هذا خايب ولا هذا مزيان ولا هذا خايب ولا هذا مزيان ولا ديال الاخر ديال اورانج خايب ولا مزيان، حتى هو ديك النوع ديال اورانج. كاع الويفيات راه مزيانين. المشكل فين كيكون؟ كيكون غير في البلاصه فين ساكن، واش ساكن في العربيه ولا في المدينه ولا في الجبل. شوف هنا البلاصه فين ساكن على حساب الريزو ديال ديك البلاصه كيفاش داير، ولا حساب الويفي فوقاش خدام، واش خدام به الصباح ولا بالليل ولا بالنهار. حيت بالليل الويفي كيكون ثقيل فين ما مشيتي، بالنهار عاوتاني كيكون خفيف شويه، الصباح عاوتاني كيكون خفيف. علاش كيكون خفيف الصباح وبالليل ثقيل؟ حيت الصباح كيكون الناس ناعسين، الناس مازال ما فاقوش، الليل الناس الالتيرات كتكون خدامه بزاف. داكشي علاش يقدر يكون ثقيل يقدر يكون خفيف. بزاف الناس كيصيفطوا لي ميساج يقول لي لا هذا خايب، هذا مزيان، هذا مزيان، هذا خايب. بزاف ديال الاسئله كيوصلوني على هذا الشيء هذا. كما قلت لكم راه اي ويفي راه مزيان، غير على حسب البلاصه فين كاين نتايا، على حسب الريزو لديك المنطقه او لديك البلاصه فين كاين. حيت مثلا هذا ديال الاتصالات يقدر يخدم لك في العربيه مزيان، تقدر دير الجبل يقدر الجبل ما يخدمش لك مزيان، يقدر حتى ما يخدمش لك في المدينه مزيان، على حسب البلاصه فين كاين. ولكن اكثريه الناس اللي كيلقاو مشكل في الريزو اللي كيكونوا في الباديه ولا في الجبل، هذوك كيلقاو مشكل شويه في كونيكسيون. بالنسبه للمدينه كتكون فيها كونيكسيون مزيانه، ولكن واخا هكاك في المدينه الا جاب الله كاين شي ماتش بالليل ديال الكره ولا كاين المهم بالليل يقدر يكون ثقيل على حسب الناس. كانوا الناس كاملين جالسين راجعين من الخدمه جالسين، كلشي داخل الانترنت غيقدر يولي ثقيل. وهادشي راه كنلاحظو، راه بزاف الناس كيكون عندهم الويفي ثقيل بالليل، ماشي زعما هادشي راه كتشوفو، ماشي زعما شي حاجة اللي غير كنقولها أنا. كذلك ديال الإنوي يقدر يكون في العربية مزيان، يقدر يكون في الجبل ثقيل، على حسب الريزو، على حسب الريزو ديال ديك البلاصة فين ساكن. راه بزاف الناس ما كيلاحظوش القضية هادي، يعني راه أي ويفي راه مزيان. المهم تقبل كاع ما تشري ويفي سمو شي واحد حداكم قول ليه اش من نوع الويفي عندك. إلا جاب الله قال لك إنوي مثلا ولا قال لك اتصالات ولا أورانج، قول ليه واش خدام مزيان. إلا جاب الله مثلا قال لك ديال أورانج ما خدامش مزيان، شري ديال إنوي. أنت غير عامر شري ديال إنوي. إلا جاب الله قال لك ديال أورانج مزيان شري ديال أورانج. كذلك إلا جاب الله عنده ديال اتصالات قال لك ديال اتصالات راه ثقيل، غامر أنت وشري ديال إنوي ولا شري ديال أورانج. إلا جاب الله قال لك ديال اتصالات راه مزيان شري ديال اتصالات، خصوصا الا كنت في العربيه ولا في الجبل. مازال في المدينه راه تقدر تشري، تقدر تشري ويفي اتصالات ولا اورانج ولا ويفي، تشري واحد من هادو. الجبل والعربيه راه كيكون كتلقى المشكل شويه في الريزو. راه قبل ما نشري هذا ديال انوي واحد السيد حدانا من العائله، المهم صيفط الاخوات ديالي قلت ليه سولو انو هاد الويفي عنده، قال لي هذا ديال انوي. قلت ليه سير سولو قول ليه واش داك الويفي ديال انوي واش خدام مزيان. فاش مسات سولو قال لي راه خدام مزيان. ملي الاخوات ديالي قال لي راه خدام مزيان شنو درت؟ مشيت شريت ديال انوي، فجبتو لقيتو خدام ليا مزيان. فوالا هذا ما كاين، يعني من الاحسن انت تسولو ها سيري شريو شي حاجه، انت تاكدو من شي حاجه عاد تشريوها. حيت انا مثلا كون غير مشيت شريت الويفي، شريت مثلا الاورانج ولا الاتصالات وكان ثقيل نقدر نلقى مشكل هنايا. داكشي علاش قلت راه تنسول عاد نمشي نشري الويفي اللي غيخدم ليا هنايا. فوالا هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم. يلا الى عندك شي سؤال كما قلت لكم صيفط لي ميساج في الانستغرام ولا في الباج فيسبوك ولا في البروفيل ديال الفيسبوك، كنحطو ديما في الديسكريبسيون ولا حطو لي الكومونتير لتحت. يلا ديروا لايك للفيديو، ابوناو في لاشين. الله الله.